رئيس النواب مفيش مانع قانوني لوقف تكليف الأطباء بالمستشفيات الجامعية. وجه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الأحد سؤالا إلى المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب عن سبب وقف تكليف الأطباء بالمستشفيات الجامعية. سأل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عن أسباب رفض وزارة الصحة تعيين أطباء جدد على الرغم من وجود نقص في عدد الأطباء، مطالبا الحكومة بتوضيح موقفها في هذا الشأن. وأوضح علي عبد العال خلال الجلسة المنعقدة بمجلس النواب أن المستشفيات الجامعية لا تتمكن من تعيين النواب قائلا: لا أدري كيف هناك نقص في الأطباء وتمتنع وزارة الصحة عن تعيين أطباء. وانتقد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قرار وزيرة الصحة بوقف تكليف الأطباء، لافتا إلى أن المستشفيات الجامعية لا تستطيع تعيين نواب أطباء بسبب عدم وجود تكليف للأطباء من الأساس. تابع علي عبد العال حديثه قائلا: مش من حق الوزيرة أو رئيس مجلس الوزراء أن يوقف تكليف الأطباء، لا أدري كيف تمتنع وزارة الصحة عن تكليف الأطباء، نظرت في كافة القوانين لم أجد ما يمنع ومش لاقي مبرر لذلك. جاء ذلك خلال استعراض عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب، ومن بينها طلب مناقشة بشأن مشكلة المستشفيات الجامعية بسبب قرار وقف تكليف الأطباء. منى مينا تطالب وزيرة الصحة بتحسين دخول الأطباء وتحمل الوزارة تكاليف الدراسات العليا. هل سيتم تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء بداية من العام المقبل؟ الحكومة ترد تصاعد أزمة أطباء تكليف 2019، والصحة الحل لدى التنظيم والإدارة.